الهدوء يعود إلى منطقة الجرابولي بعد يوم من دخول قوة تابعة لترهون منطقة الجرابولي لاعتقال أحد المطلوبين لديها بتهم الخطف والحرابة، حيث كان يتخذ من الجرابولي مكاناً له، ما أسفر عن إصابات في صفوف أفراد غرفة طوق العاصمة بحسب ما أكده مصدر أمني لقناة ليبيا الأحرار. هدوء يأتي عقب اتفاق بين أعيان من الجرابولي وترهون بحضور مجلسهما البلدي نص على سحب القوة التابعة لترهون والموجودة على الطريق بين المدينتين إلى داخل الحدود الإدارية للمنطقة وتأمين الطريق الرابط بين ترهون والجرابولي من قبل المدينتين كل حسب نطاق اختصاصها الإداري. كما نص الاتفاق أيضاً على أن يجري تأمين بوابة الشرطة العسكرية من قبل قوة أمنية تابعة للأمن المركزي الجرابولي التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى سحب أي قوة أخرى موجودة في منطقة الجرابولي إلى خارج المنطقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. تأمين بوابة الشرطة العسكرية على الطريق الساحلي من قبل قوة أمنية تابعة لمكتب الأمن المركزي الجرابولي التابع لوزارة الداخلية. ثالثا، يتم سحب أي قوة أخرى متواجدة بمنطقة الجرابولي إلى خارج المنطقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. بلدية الجرابولي من جانبها أكدت استلامها بوابة الشرطة العسكرية من بلدية ترهونة وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين. استلام بوابة الشرطة العسكرية من طرف بلدية ترهونة إلى الجرابولي. هدوء يبقى مشروباً بالحذر وسط مخاوف من أحداث أمنية يمكن أن تعكر سفو الأمن في ضواحي العاصمة طرابلس بعد استقرار أمني ملحوظ شهدته المدينة المدة الأخيرة.